دايما بنتكلم على ان احنا عايزين كلنا نخلي نهر النيل نهر للشراكة وللخير لينا كلنا. الكلام ده اتقال في جميع المناسبات، وقلنا ان احنا اذا كان زي ما بتقولوا ان السد ده هيوفر لكم التنمية من خلال الانتاج الكهرباء، احنا معاكم ومستعدين ايضا نتعاون معاكم في كل شيء يؤدي إلى رفاهية الشعب الأثيوبي والشعب السوداني جنباً إلى جنب مع الشعب المصري. ده كان كلامنا. كان كلامنا دايماً نقول إن إحنا مستعدين لده، ننقل خبرات ونتعاون في مشاريع الكهرباء وفي مشاريع الإنتاج الزراعي وفي كل شيء، بس بشرط إن محدش يقرب من المية بتاعت مصر. ده اللي إحنا قلناه. مصر دولة كبيرة، مصر دولة كبيرة، وحاول تعبير مش عارف يعني يقبلوا مني، لا يليق بنا، لا يليق بنا أن نقلق أبداً.